مشاهدينا بحثكم في حلقة جديدة من برنامج حول العالم، وجولة جديدة مع أغرب وأطرف الأخبار المتنوعة من حول العالم. في أوكرانيا لوحات فنية لشخصيات عالمية بنكهة الفاكهة والشوكولا والخبز. في الصين لا تضع نفسك في حيرة ولا تفكر في الوجبة اللي راح تقدمها لضيوفك، فأرجو الدجاج الشهية قد تحل لك المشكلة. ومن الصين أيضاً، قرويون صينيون يقطعون دواجن حية إرباً احتفالاً بعام الديك. ومن بريطانيا، الديك الصيني بألوانه الزاهية يجتاح شوارع لندن رغم الأمطار. كل هذا والمزيد في جولتنا هذا الأسبوع، تابعونا. إذا كنتم تريدون الرسم ولا تملكون أقلام الرصاص أو الألوان أو أي أداة تمكنكم من الرسم فلا تقلقوا، ففي أوكرانيا تمكن الشاب بافلو بوندار البالغ من العمر 24 عام من الرسم باستخدام الطعام كحبيبات الشاي المجففة والخبز التي رسم بها لوحات لفينسنت فان جوخ والصورة من الشوكولا للفنانة الأمريكية بيونسي وأخرى من أوراق الشبث الخضراء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويحلم بافلو الذي بدأ بالرسم بالأطعمة منذ نعومة أظافره بإقامة معرضه الخاص ليعرض فيه لوحاته المميزة والغنية بالأطعمة والتي وصل عددها إلى 10 صور مستخدما فيها تقنيات خاصة ليست فقط في الرسم أو الطلاء ولكن في التجفيف أيضا. اعتدنا دائما عندما نقوم بدعوة الأقارب أو الأصحاب على الولائم الشهية سواء كان الدجاج أو اللحم أو الأسماك بأنواعها، ولكن هل جربت قط أن تدعو أصدقائك أو أحد من أفراد عائلتك على وليمة من أقدام الدجاج؟ ففي الصين، ليونغ كين كيونغ يدير متجرا في هونغ كونغ لتقديم الوجبات الخفيفة المعدة من أقدام الدجاج والتي تقدم باردة أو ساخنة وشهية، كما وقد قام بعمل 8 نكهات من توابل لتحسين طعم أقدام الدجاج، شيء طبيعي، فأحيانا يتم تقديمها حارة المذاق أو حامضة أو بنكهة صلصة السمك إما مقلية أو مشوية، كما أن الخيارات متاحة للزبائن فهي تقدم أيضا بالعظم أو بدونه على حسب الطلب والذوق، كما وأنها تتميز بسعرها الزهيد جدا. فعلا مشروع يستحق التفكير. ومن الصين أيضا، في اليوم الثاني من السنة القمرية الجديدة أقامت عرقية كام بقرية في جنوب غرب الصين طقوسا للنساء التي تزوجن العام الماضي. المهرجان يطلق عليه المحليون اسم اسرق الدجاج من برج الجرس، وهو عبارة عن مسابقة دموية يتنافس فيها رجال القرية على تقطيع دواجن حية معلقة على عصا تحملها الزوجات. هذا النوع من الطقوس الذي يحمل ملامح وحشية يمثل اعتذاراً من النساء اللاتي تزوجن من خارج العائلة، وينطلق المهرجان بالعرائس وهن يرتدين الملابس التقليدية في شوارع القرية ويحملن عصيان خشبية معلق عليها دواجن حية من الدجاج والبط. وما زالت الاحتفالات بالسنة القمرية الجديدة قائمة، فلم تمنع الأمطار الآلاف في لندن من أهل المدينة والزوار من التجمع للمشاركة في الاحتفالات بالسنة القمرية الجديدة. وبدأت الاحتفالات بعام الديك حسب التقويم الصيني بعروض صينية ذات ألوان مبهجة سارت في موكب من تشارينغ كروس رود حتى
كافيتسبيري أفنيو. وتحت شعار الصين اليوم وأمس شهد حدث هذا العام عروضاً لراقصين ظهروا على شكل أسود واستعراضات، وأجابت مجسمات تقليدية صينية مصنوعة يدوياً الشوارع. رافقها مؤدون ارتدوا ملابس تنكرية على شكل ديوك وأخذوا يحيون الجمهور الذي اصطف على جانبي الطريق، بينما أدى آخرون رقصات الأسود التي دائماً ما تكون حاضرة في احتفالات رأس السنة القمرية. في تايلاند تجمع آلاف الأشخاص في استاد رسمي لمصارعة الديوك بالقرب من عاصمة تايلاند في اليوم الثاني من سنة الديك، لمشاهدة الديوك تتصارع في حلبة في معارك تقام عليها مراهنات بأموال ضخمة. ومصارعة الديوك تجارة مربحة في تايلاند حيث تعتبر تقليدا هناك، ويقول المنظمون إن هذه التجارة تبدو واعدة هذا العام بشكل خاص، وتقام كل معركة بين اثنين من الديوك يتصارعان في حلبة، ويهاجم كل منهما الآخر ويطير بأجنحته وينقره بمنقاره، وتستمر كل جولة لمدة 22 دقيقة، ويمكن أن يقام ما يصل إلى 6 جولات بحسب قدرة الديوك على التحمل. جولتنا مستمرة وفيها بعد قليل شخصيات الهوبيت الخيالية أصبحت واقعاً في روسيا. ومن اليابان عادت لف حديثي الولادة تتحول إلى علاج للبالغين في طوكيو. وفي قطر سباق الألوان بالدوحة محاولة لحث الناس على انتهاج نمط حياة أكثر صحة وسعادة. في روسيا الهوبيت هم شخصيات خيالية في قصة من تأليف الكاتب البريطاني جون تولكين، وتحولت الرواية إلى فيلم سينمائي حصل على العديد من الجوائز، ولكن ما كان خيالاً بالأمس أصبح واقعاً اليوم. ففي روسيا يوري أليكسييف أو كما يطلق عليه الهوبيت الروسي يستيقظ في الصباح ويمشي إلى غابة مجاورة لجمع الحطب لتدفئة منزله. فقد قام أليكسييف قبل 5 سنوات ونصف بترك عمله في المحاماة في موسكو وبناء كوخ من الطين والخشب والقش تحت الأرض. وعن سبب تركه للحياة العملية وتحوله إلى السكن في الكوخ قال بأنه ببساطة شديدة لا يمتلك مأوى ولا يملك ما يؤمن له السكن المناسب، فما كان يتقاضاه من عمله السابق لم يكن كافياً لاستئجار مكان للسكن. الغريب بأن يوري أليكسييف لم ييأس أبداً، بل حول كوخه إلى مركز مصغر للتعلم، ففي حوالي 4500 كتاب للاستعارة، كما أنه يقوم بإعطاء محاضرات ودورات عبر قناته الخاصة في اليوتيوب. ومن روسيا إلى منتجع في البوسنة، وهو أحدث منتجع للتزلج يشهد ازدهاراً واستقطاباً من قبل الآلاف من الزوار والمتزلجين والسياح الذين يتزاحمون في رافنا بالنينا بالقرب من سراييفو في البوسنة. ما يميز هذا المنتجع هو الطقس الجميل وأشعة الشمس الجبلية والمنحدرات الثلجية التي تتدرج من السهلة
إلى بالغة الصعوبة لتتوائم مع جميع مستويات القدرة لدى المتزلجين من الزوار وحتى الأطفال. ويتم صنع الثلج من تجمد بحيرات المياه الباردة الطبيعية، بالإضافة إلى دفعة مساندة من آلات صنع الثلج أو ما يسمى بمدافع الثلج، لإطالة وقت المرح والحفاظ على درجات الحرارة الباردة التي تأثرت مؤخراً بفعل الظروف المناخية البيئية والتي تسببت في ارتفاع درجات الحرارة. وإلى أمريكا وطائرة بدون طيار، ولكن ليس كما اعتدنا أن نراها. الطائر الخفاش هي نتاج دراسة قام بها باحثون من جامعة إلينوي. هذه الدراسة استوحت إلهامها في التصميم من حركات الخفافيش البيولوجية المرنة وقدرتها الفريدة على المناورة والهجوم والإنسيابية وحتى الغوص عند الحاجة، ما يجعلها الخيار الأمثل لخوض غمار الأماكن الخطرة وأماكن النزاعات التي يصعب على الإنسان الوصول إليها. يذكر أن الدراسة دامت 3 سنوات وتكلفت حوالي 1.5 مليون دولار، بما في ذلك فريق من الخبراء من جامعة براون الذي قام بدراسة طريقة تحليق الخفافيش من منظور بيولوجي. ومن الروبوت الأمريكي إلى الكمبيوتر البريطاني ومجموعة دولية من العلماء يزعمون أنهم قد أنتجوا مخططاً لتمكينهم من بناء أول كمبيوتر كمي أو كوانتم كمبيوتر في العالم، وأنه يمكن أن يكون جهاز الكمبيوتر الأقوى في العالم. هذا الكمبيوتر ليس مثل أي شيء كنت قد رأيته في المنزل أو في المكتب أو في أي مكان، فهذا الكمبيوتر مبني على نظرية فيزيائية الكم المعقدة، وهي النظرية الأساسية التي تفسر السلوك المادي لكل شيء، والتي درست على مدى عقود من قبل أشهر العلماء بما في ذلك ألبرت أينشتاين. ظلت نظرية ولم يتم تجربتها على أرض الواقع. ويعتقد العلماء أن كمبيوتر الكم من شأنه إحداث ثورة حقيقية في القطاع المالي والخدمات اللوجستية والتطبيقات الطبية وحتى خلق أدوية جديدة، ويزعمون أيضاً بأنه سيحدث تغييراً جذرياً في حياتنا. وإلى اليابان، عادة قديمة كانت تمارس على حديثي الولادة تحولت إلى علاج للبالغين من أجل تحسين مرونة الجسم. تلك الممارسة التي يطلق عليها أوتوناماكي ومعناها الحرفي لف البالغين لاقت إقبالاً كبيراً، خاصة من النساء اللاتي أنجبن حديثاً بعدما اجتاحت مواقع الإنترنت. وفي جلسة بطوكيو نظمتها في الآونة الأخيرة جمعية غير ربحية تقدم خدماتها للأمهات الجديدات، تجمع نحو 5 نساء في مركز اجتماعي محلي لتجربة هذا العلاج للمرة الأولى. أخذت كل واحدة دورها في ربط زميلتها داخل قطعة كبيرة من القماش في وضع القرفصاء مع إرشادات تلقيها منظمة الجلسة يايو كاتاياما، وتتقلب المرأة الملفوفة أيضاً برفق على الجنبين وعلى الظهر من أجل إراحة العضلات والعظام. ومن لبنان، حطمت المذيعة التلفزيونية اللبنانية داليا فيفر الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من المقابلات التي تجرى خلال 12 ساعة. والمذيعة الكفيفة التي فقدت بصرها عندما كانت في 18 من العمر أجرت مقابلات على الهواء مع 43 شخصية إعلامية ومن المجتمع المدني على محطة تلفزيون لبنان الرسمية. وفي الإجمال أجرت مقابلات ماراثونية مع 91 ضيف خلال بث استمر 24 ساعة. وهلل رئيس المحطة وطاقم عمل داليا فرحاً بالإعلان الذي تم أيضاً خلال بث حي، وأهدت داليا إنجازها لشعب لبنان.
ومن لبنان إلى قطر، فقد غطت مساحيق ألوان مختلفة ومبهجة آلاف الأشخاص أثناء مشاركتهم في سباق الألوان Color Run بالدوحة بطول 5 كيلومترات في إطار حملة صحتك أولاً، وذلك في محيط مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتنظم الحملة كلية طب وايل كورنيل في قطر، وذلك بهدف تشجيع كل الأفراد في المجتمع على انتهاج نمط حياة أكثر صحة وسعادة من خلال ممارسة الرياضة. وسمح السباق للمشاركين بالجري بسرعة أو الهرولة أو المشي لمسافة 5 كيلومترات، ويسعى منظمو سباق الألوان إلى أن يبعثوا رسالة من خلاله مفادها أن أي شخص بإمكانه أن يحدث تغييراً في حياته وينتهج نمط حياة صحي وبالتالي أكثر بهجة وسعادة. ومن الدوحة وسباق الألوان إلى مملكة البحرين وتحدي من نوع جديد، انطلقنا في جولة لخارج الاستوديو لنتعرف على أول فريق نسائي خيري بحريني للفروسية. نتابع مشاهدينا، أنا حاليا متواجدة في مدرسة المحارق للفروسية، راح نتعرف أكثر على المكان في جولتنا، خلكم ويانا. في بداية جولتنا لفت انتباهي وجود عدد كبير من الأطفال اللي يمارسون رياضة ركوب الخيل، وطبعاً بوجود أهاليهم. وواصلت جولتي داخل المدرسة وتعرفت على أول فريق نسائي توعوي خيري بحريني للفروسية، وقابلنا رحاب عيسى رئيسة الفريق النسائي في المدرسة واللي كلمتنا أكثر عن الفريق. مجموعة نساء من مدرسة محرق للفروسية، فريق نسائي كامل نتكون من 9 بنات بحرينيات وعندنا واحدة أجنبية. الفريق احتضنتنا جمعية Think Pink لمرضى السرطان اللي هو الفحص المبكر، عشان نعطي توعية أكثر للناس إنه لازم يسوون لهم فحص مبكر، مو شرط إن أنت تكون مريض بمرض سرطان أو أي شيء ثاني، فأنت مجرد تمارس الفحوصات السنوية. وخبرتنا عضوة الفريق سارة شكر الله عن سبب انضمامها للفريق. أول شيء أنا من زمان يعني في خاطري إني أركب خيل وكذي، بعدين عندي صديقتي وياي في الدوام هي عرفتني على هالمدرسة، وبعدين يعني هني هالمكان يغير عن روتين الشغل وكذي، فوايد يعني حسيت إني أقدر أطلع طاقتي وأطلع السترس اللي فيني كله هني. يشارك الفريق في العديد من الفعاليات الوطنية التوعوية والخيرية، بالإضافة إلى سباقات القدرة، وهذه اللي أكد لنا أحمد عبدالله مدير المدرسة. إحنا تقريباً عامة مدرسة قاعد نشتغل في الأشياء الشروطية أزيد شيء، كنا قاعد نحاول ويا الجمعيات السرطان إن نسوي فريق نسائي، وهي صار لنا فرصة ويا Think Pink، هي أول جمعية اللي إحنا اشتغلنا وياها. أول ما بدينا في الفريق 3 أشخاص، عندنا 3 بنات، حاليا عندنا تقريبا يعني عدد كبير من الفارسات موجودين، البحرينيات اللي يمثلون هاي الفريق سباقات القدرة. وطبعا ما قدرت أنهي جولتي في المكان إلا بعد ما قررت أني لازم أعيش التجربة، وفعلا كانت تجربة ممتعة. مشاهدينا، وصلنا معاكم إلى ختام جولتنا في مدرسة المحرق للفروسية، نرجع للاستوديو ونكمل معاكم باقي فقراتنا. في فقرة سوشيال ميديا لهذا الأسبوع اخترنا لكم فيديو للطفل لم يتجاوز العام ونصف، وهو يتسلق باب غرفته بذكاء بعد أن حبسته والدته بداخلها بسبب شقاوته. نتابع.
مشاهدينا تقدرون تشاركونا بمقطع فيديو تصفون فيه أبرز وأهم المعالم في أي دولة حول العالم. ما عليكم إلا تصوير المقطع مع ذكر اسم البرنامج وإرساله على الإيميل الظاهر أسفل الشاشة. إلى هنا نصل وإياكم إلى محطتنا الأخيرة لهذا الأسبوع. نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. مع السلامة.